يمينة تاجرة وعندها مغازة كبيرة متاع مواد غذائية. كل نهارين يجيوا المزودين بالكماين يهبطوا السلعة والدولاب داير، وعندها كليونات فيدال ما يقضيوا كان من عندها. المشكلة اللي المغازة متاع يمينة جاية في دورة بين زوز أنهج ضيقين، وكل ما يجيوا المزودين تتسكر الأنهجة وتقف الحركة المرورية، وتبدأ الكراهب واقفة صفوف والتزمير عامل حالة. رئيس البلدية ونظراً للتشكيات خذ قرار بالغلق النهائي للمغازة على خطرها تعطل في حركة المرور. هبط القرار كالصاعقة على يمينة والخمستاش خدام اللي معاها. مشيت يمينة تحكي مع رئيس البلدية، قال لها هذاك هو الحال وما نجم نعمل لك حتى شيء، تنجم تمشي تشكي. من حينها مشيت للمحامية متاحة اللي قدمت لها طعن في تجاوز السلطة في المحكمة الإدارية، تقول فيه اللي القرار غير دستوري على خاطره يمس من جوهر الحق في العمل وحرية الصناعة والتجارة اللي يحميهم الدستور التونسي والمعاهدات اللي مصادقة عليهم تونس، وزيد هذا قرار يخالف الفصل 49 من الدستور وغير متناسب. حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار رئيس البلدية على خاطره يحرم يمينة والخدامة اللي معاها من حقهم في العمل بصفة كلية، وهذا يعني أنه يمس بجوهر الحق، وبالتالي هو مخالف لأحكام الفصل 49 من الدستور. المحكمة زادة قالت اللي القرار هذا ما هوش متناسب مع الموجب متاعه اللي هو تسهيل حركة المرور، على خاطره ما هوش ضروري بما أنه البلدية كانت تنجم تاخو قرارات تمس أقل ما يمكن من الحق في العمل وحرية الصناعة والتجارة. كانت تنجم تجبر يمينة على التزود في الليل المخر أو أصبح بكري أو التزود في مستودع آخر وتجيب السلعة للمغازة بكمية صغيرة. أما الغلق الكلي للمغازة ما كانش ضروري باش تحمي حركة المرور من التعطل، بما أنه كان فما حلول أخرى تعطي نفس النتيجة من غير ما تلحق أضرار بيمينة وتوقف لها مورد رزقها.